بمناسبة قدوم العيد الوطني 26 للجمهورية اليمنية 22 من مايو، لجنة الاحتفال تناقش ترتيبات الحفل المركزي والفعاليات المصاحبة. الوفد الوطني وفي جلسة المفاوضات يجدد تمسكه بمبدأ التوافق السياسي كمدخل لضمان نجاح التسوية وطي مرحلة العدوان وآثاره الواسعة. محافظة الحديدة قلعة شامخة، بصمودها يتقزم العدوان السعودي الأمريكي، ولتدميرها الممنهج تتكشف أقنعة دعاة الإنسانية. طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدد من المحافظات، والمرتزقة يواصلون قصفهم المدفعي والصاروخي على عدد من المناطق. علم داعش يكسو السفارة السعودية في برلين.